تقول أنه غدا السيد الصدر سوف يلتقي مع الإطار التنسيقي. لو صحت هذه الأخبار وحدث هذا الاجتماع، هل هي خطوة باتجاه تشكيل الحكومة التوافقية، وخصوصا أنه التسريبات اليوم تقول أنه من الآن الإطار التنسيقي بدأ يحدد المناصب التي يريدها وفي مقدمتها نائب رئيس الجمهورية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجنابك وتحية للست سروة، ألف مبروك الفوز، وتحية للشعب العراقي أجمع، ونهنئ الشعب العراقي بفوز منتخب الشباب لهذا اليوم، وبلكي تصير هذه بادرة خير توافقا مع الاجتماع ويكون هناك فوز في هذا الاجتماع. طبعا قبل كل شيء أنا أهنئ نفسي كعراقي، لي قمت برسائل ومبادرات لسماحة السيد الصدر. نعم. بشكل شخصي وأفتخر حقيقة، أنا أسعد عراقي اليوم في هذا الاجتماع، لأنه السيد الصدر لبى هذه الرسائل وهذه الدعوات وخارطة الطريق التي أرسلتها إليه، وجزاه الله خيرا، وهذا هو بيت الصدر، وهو في آخر المطاف يفتحون عباءاتهم لكي يلتم العراقيون أسفل هذه العباءة لكي يتفاهموا. وفي نفس الوقت شكرا للسيد المالكي أيضا لإذابة هذا الجليد الذي لا داعي له أصلا، وأنا متأكد أنهم اليوم مرة ربع ساعة من الاجتماع ذابت كل الخلافات، وهذا معروف لدى العراقيين الوسطية والطين الحري اللي موجود في نفوسهم وبقلوبهم. غدا يوجد اجتماع للسيد الصدر مع الإطار التنسيقي. أنت تعرف وخبير إعلامي وسياسي أيضا، تعرف أن الشيطان يكمن في التفاصيل، ولكن من حيث المبدأ أن هذه البادرة من السيد الصدر ومن السيد المالكي أدخلت نوع من الأمل في بيوت العراقيين. غدا هذا الاجتماع أكيد سوف يتوسع، هي فرصة ذهبية للمعترضين، وفي نفس الوقت هي فرصة ذهبية للسيد الصدر على أنه فيما إذا لم يتم التوافق لا سمح الله، فأكيد هو كسب الشعب العراقي، لأن الرجل جاء من الحنانة إلى بغداد بنية اللقاء وبنية الحوار. وجميعنا نشجع كسياسيين إعلاميين صحافة إلى آخره. وأنا قلت في لقاءات سابقة إن الذي لا يلتقط الإشارات الدولية وينزل من الشجرة قليلا سوف يؤذي العراق كثيرا، ويؤذي مستقبل الشيعة السياسي حصرا. وهي رسالة إلى المجتمعين الآن وللذين يجتمعون غدا، وأتمنى من الطباخ غدا أن يزيد في الملح لكي يغزر بالجميع، عسى يخرجوا بنتيجة التوافقية والذهاب إلى حل وسطي يفيد العراقيين، ولكن بشرط، وهذا رغبة الشارع العراقي، أن لا يجينا رئيس وزراء هو متهم بفساد، أو يجينا رئيس وزراء نشف جيو. نعم أستاذ سمير، عفوا